الأستاذ أبو حامد، يعني مقترحات بتعديل الدستور أو تعديل بعض مواد الدستور المصري طبعا تفتح بابا واسعا من الجدل. كيف يمكن تفسير هذه الخطوة، وهل فعلا مصر بحاجة إلى هذا التعديل؟ في الحقيقة يعني المراقب للشأن العام في مصر يعلم أن دستور 2014 كتب في ظروف صعبة عقب ثورة 30 يونيو، وكان التوجه أن تنتقل الدولة وقتها في أسرع وقت إلى الشرعية الدستورية، ومن وجهة نظرنا كائتلاف أغلبية في البرلمان أن هذا أدى إلى إنجاز التعبير عجلة، سواء في تشكيل لجنة الخمسين ومدى تعبيرها حقيقة عن جموع الشعب المصري، أو في ما نتج عن عمل اللجنة من مواد دستورية. لا، في الحقيقة هذا منافي للحقيقة تماما، لأن المجموعة اللي كتبت الدستور ما كانتش بتكتب من هواها، لأن كان فيه قبل اللجنة دي في مجموعة كبيرة من الخبراء، وكان من ضمنهم السيد رئيس مجلس النواب الحالي، وكانت يعني برئاسة وعضوية أكبر خبراء في القانون وأساتذة القانون في مصر، وكانت اللجنة دي ملازمة لنا ساعة بساعة ولحظة بلحظة، وكانت بتراجع كل ما نصدره ونكتبه قانونيا، وكان هناك لجنة أخرى للصياغة اللغوية، وكان في حوار مجتمعي استمعنا أثناء هذه فترة كتابة الدستور إلى آلاف البشر. آلاف نعم. البشر، كان هناك لجنة حوار مجتمعي نعم. تستمع آلاف البشر يومياً.